الزمول فؤاد بلعقون، ممثل عن المديرية العامة للحماية المدنية. تطبيقا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية، القاضية بدعم شقيقة تونس فيما يخص حرائق الغابات، تم إرسال أفواج من الأرتال المتنقلة لمكافحة حرائق الغابات. هذه الأرتال مكونة من 25 شاحنة لإخماد الحرائق، 4 سيارات قيادية، 1 سيارة إسعاف طبية، وحوالي 80 من فرد من مختلف الرتب. يعني تم الدخول صباحا على مستوى مركز أم طبول بالطارف، أين يعني حظينا باستقبال ممتاز من الأشقاء التوانسة، ونشكرهم على هذه الاستضافة الجميلة ورحابة صدرهم، وإن شاء الله نتدخل هنا من أجل مساعدتهم. وهذا ليس كما نقولوا احنا مزية، هذا واجبنا، لأننا جيران وأشقاء، وإن شاء الله نتبادل الخبرات في هذا المجال واحتكاك وتكوين صداقات مع إخواننا وزملائنا هنا في تونس الشقيقة. كنت تحكينا على التدخل نتاعكم، التدخل تاعكم فيش يتمثل تحديدا؟ التدخل تاعنا حسب تعليمات السيد رئيس الجمهورية، تم تخصيص مروحيتين كبيرتين و العتاد البري اللي تحدثنا عليه سابقا. أول شيء احنا في الحماية المدنية هو حماية الأرواح، التركيز على حماية الأرواح من أي ضرر ومن أي إصابات ومن أي وفية، ثم تأتي بعدها الممتلكات الحساسة، ثم يعني الجبال، الغابات التي تكون في الجبال. هذا بالتدريج. إذا كان ما كانش هناك خطر على السكان، يكون العمل بأريحية ويكون العمل بالتنسيق ومن دون اللجوء إلى سرعة التدخل من أجل حماية الأرواح. هذا اللي نركزوا عليه. وكيعود يعني الوضع ليس خطير، نقوم يعني بالتدخل بكل روية وننسق، خاصة اليوم في جبل بولغرون بلدية حمام لنف، كان التدخل بالتنسيق بيننا وبين أشقائنا من دولة تونس الشقيقة، وقمنا بتوحيد جهودنا من أجل الصعود إلى مكان أعلى الجبل من أجل إخماد الحريق. يعني نصف الطريق كان بالمركبات والنصف الآخر كان بالمشي على الأرجل من أجل الوصول إلى النقاط التي الحساسة أو التي لا يمكن يعني أن يندلع فيها يعني إعادة انتشار أو اندلاع الحريق مرة أخرى. الوضع تم السيطرة عليه تقريبا بحوالي 98%، يعني لا نستطيع أن نقوم بإطفاء الجبل يعني جمرة جمرة. المواقد المشتعلة كلها تم السيطرة عليها، تبقى هناك جمر هو دائما ينتج بعد الحريق، نقوم بحراسته. وكتشوفوا يعني أنهينا تقريبا على الساعة 10 ليلا، وإن شاء الله يكون هناك تدخل في الصباح الباكر من يوم غد بحول الله، من أجل التأكد من أن الحريق تم إخماده نهائيا. هنا تحدثنا على الوسائل البرية، لكن كان هناك وسائل جوية، تم قامت المروحيات بعدة طلعات وقذف للمياه من المروحيات من أجل هذا العمل الجوي الذي يسهل كثيرا من التدخل البري. كنت تحكينا على حفاوة الاستقبال، وما احنا متعودين خاوة في المحن الكل، توينسة وزيرية ديما بعضنا اخوات كما تقولتم، خاوة. انا قاعد نشوفوني عباد متعدين يشوفوا دراب وزير يصوروا فرحانين بتدخل متاعكم، حكينا شوية كيفاش لقيتوا حفاوة الاستقبال هون. نعم، احنا يعني بيننا وبين شقيقة تونس ما كان حتى حدود نستطيع القول، يعني هي امور شكلية فقط، ندخل احنا ندخل وهم يخرجوا، ما عندنا معهم حتى يعني مشكل بتاتا من القدم يعني. وتفضل السيد وزير الداخلية التونسي وتحدث عن يعني روابط الصداقة والأخوية التي تجمع البلدين، وكذلك أعقبه تدخل السفير الجزائر بتونس وثمنوا هذه المجهودات، وهذه تدخل في الأخوية اللي تنمو وتنمو وتنمو، وإن شاء الله يكونوا احنا نكونوا عند التوانسة والتوانسة يكونوا عندنا، ويعني فرحنا كثيرا بالاستقبال الجيد والاستقبال الحار من طرف الإخواننا، وكانت سلاسة يعني في الدخول إلى الشقيقة تونس، ولم يعني
حظينا باستقبال حار خاصة من طرف يعني المواطنين في من منذ دخولنا إلى الحدود التونسية، ونحن نحظى بالترحيب. يعني المواطنين يشاوروننا يعني حتى بالكلاكسون، يقولون مرحبا بكم. شكرا. نعم، شاهد موكب كان معناته أقل ما يتقال عليه مهيب جدا جدا. موكب دخولكم معناته من بوابة أم طبول تبرقة كان موكب مهيب جدا معناتها. نعم، يعني أحسسنا بالفرح والسرور أصلا عندما دخولنا إلى شقيقة تونس، وأحسسنا بالفرح أكثر لأنه المواطنين فرحوا بنا وإحنا فرحنا بهم، وهذه مشاعر الأخوة والصداقة التي تجمع الشعبين، ويعني النظام الجزائري والنظام التونسي. وإن شاء الله نحن هنا ونساعد شقيقة تونس في أي ظروف وفي أي محن إن شاء الله. يبقى هناك بعض التنسيق فيما يخص التكوين، ويعني وشقيقة تونس مشاركة في التكوين على مستوى الجزائر فيما يخص حرائق الغابات وكيفية التدخل وأخذ الخبرة فيما يخص هذه التدخلات وكيفية السيطرة عليه. تو كان تم المشاهدين يتفرجوا فيك الكل، سيطرة قلت 98% على الحريق، تقريب 100% على الحريق، ونطمنهم بأنه كل شيء راهو تحت السيطرة، وحنا رانا هنا. يعني إذا ندلع رانا هنا، إذا ندلع الحريق يعني نسيدو نعاودو ونخرجو ونطفيو الحريق إن شاء الله، ورانا هنا حتى نطفى الحرائق. يعطيكم ألف صحة. شكرا، بارك الله فيكم، ونتمنوا يعني تبقى هذه المشاعر الصادقة بين الإخوة الجزائريين والتونسيين.